ثورة الشام في عامها السابع. وفي رجب سنة 39 و400 ألف دخلت ثورة الشام عامها السابع، بعد أن بدأت بصبية صغار من حوران كتبوا على حائط زقاق داعين لخلع صاحب دمشق، والذي كان ظلوماً غشوماً سيء السيرة مع الرعية. فجمع العسكر الصبية وعذبوهم، فهب أهل حوران انتقاماً لهم. ثم ثارت العامة في كل من دمشق وحمص وحلب وحماة وإدلب وباقي المدن الشامية يومئذ، فكان الناس يخرجون من المساجد يشقون الطرقات منادين برحيل الطاغية، فقتل منهم جمع لا يعرف عدده في مجازر لا تحصى في جميع مدن الشام، وتقبض العسكر على الآلاف حتى بلغ عدد من قتل من أهل الشام 1000 ألف نفس، وشرد 10000 ألف إنسان، ومات في الأسر خلق كثير، وانتهكت المحارم، واستشرى الجوع بين بعض أهل الشام حتى أكل الناس القطط والكلاب وخشاش الأرض، ووطأ الطاغية المدن عنوة ثم خربها بالكلية، فأصبحت خاوية على عروشها كأن لم تغن بالأمس. وفي تلك الفترة من تاريخ الشام تحالف الروم والفرس بعد أن تناحروا لقرون، وجهزوا عساكرهم وأتوا من كل فج عميق بحدهم وحديدهم نصرة لصاحب دمشق، ثم رست سفنهم في سواحل جبلة، وبارك الرهبان الجنود بالصلبان والمياه المقدسة، حتى قال عنها بعض الروم بأنها حرب صليبية. وكانت أخبار هذه النوازل تصل للمسلمين في شتى بقاع المعمورة، فلا تمضي الجيوش للثغر الشامي للذب عنه، وذلك لرقة دينهم وتفرق كلمتهم وفساد حالهم، ووضعت الذلة على الناس فلا يدفعون عن نفوسهم قليلا ولا كثيرا، نعوذ بالله من الخذلان، فقد عمت البلوى ديار الشام وعقمت الأيام والليالي عن مثلها، ولم تتضمن التواريخ ما يقاربها ولا ما يدانيها، فإنا لله وإنا إليه راجعون.